بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نبدأ رحلتنا في أول ترجمة من تراجم من أعلام الصحابة، وهي مع علم الأعلام وأفضل الصحابة الكرام، وهو أبو بكر الصديق الذي لقب بالعتيق، يعني المعتوق من النار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فهذه الحلقة الأولى من السلسلة المباركة من أعلام الصحابة، والصحابة يعني كما تعلمون مفاتيح خير وفتح ورفعة في الدنيا والآخرة، اختارهم الله عز وجل على علم وزراء نبيه، فرفعهم بالإسلام ورفع بهم علم الإسلام ورضي عنهم وأرضاهم وجعل الجنة مثواهم، كما قال تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، أي من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل. ومدحهم الله عز وجل في التوراة والإنجيل والقرآن. وقد بدأنا هذه السلسلة بتراجم العشر المبشرين رضي الله عنهم أجمعين، وقدمناه لأنهم خير الصحابة والقرابة. وابتدأنا العشر الكرام بالأربعة الخلفاء الذين اتفقت الأمة على تقديمهم وأجمعوا على شرفهم وفضلهم. وهذه ترجمة الخليفة الأول ثاني اثنين إذ هما في الغار، وأفضل ولي لله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين، لأن الصحابة هم أفضل البشر بعد الأنبياء، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن نعتقد ذلك، وهذا من عقيدة مسلم. وأفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فهو أفضل من مؤمن آل فرعون وآل ياسين. نتقرب إلى الله عز وجل بنشر فضائله ورفع منازله، فهو أحب الصحابة الكرام إلى رسول رب الأنام صلى الله عليه وسلم، وابنته أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر خليلا اتخذ أبا بكر، ولكنه صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. فهنيئا للقارئ الكريم صحبة هذا الإمام في هذه الرسالة، والله تعالى أسأل أن يتقبل منا الصالحات وأن يتجاوز عن الخطيئات، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. كما كنا في أعلام السلف بنتعرف الأول على الاسم واللقب والسكات في كنية، نتعرف على صفته الخلقية يعني من أجل أن نستشعر الإمام أمامنا، أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب بن لؤي القرشي التيمي، قال ابن أبي مليكة وغيره إنما كان عتيق لقبا له، وقال ابن معين لقب عتيق لأن وجهه كان جميلا، وقال ليث بن سعد إنما سمي أبو بكر عتيقا لعتاقة وجهه، وكان اسمه عبد الله ابن عثمان. هذا عتيق الله من النار، كأنه لما رأى قال يعني هذا الوجه يعني لا يمكن أن يدخل النار، هذا عتيق الله من النار، فمن يومئذ سمي عتيقا، وكان قبل ذلك اسمه عبد الله بن عثمان. وهذا رواه أبو حاتم ابن حاتم وإسناده صحيح، وأيضا الأثر السابق اللي هو الليث بن سعد إنما سمي أبو بكر عتيقا، لا
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة أسري به إن قوم شكل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. إن كان نحيف فكان الإزار أو السروال يسترخي، فقال له: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فنقول إن أي حد بيجر إزاره ويستدل بذلك نقول له: قال الشعبي: عاتب الله أهل الأرض جميعا في هذه الآية غير أبي بكر، فكل أهل الأرض لم يكونوا معه، لم يكن معه إلا أبو بكر، ونصره الله وليس معه إلا أبو بكر، فمهما خذله الناس فالله عز وجل ناصره. وعن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر، وده قبل الوفاة النبوية بأسبوعين تقريبا، فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. طبعا الصحابة قاعدين مش فاهمين النبي صلى الله عليه وسلم يقصد من، فكان يعني أبو بكر كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم يعني في السفر والحضر وهو وزيره الأول، فما فاهم هذه الإشارة إلا أبو بكر، فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك لآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. وده تقريبا أبو سعيد الخدري، عن أبي سعيد الخدري اللي وراه الحديث يقول: وكان أبو بكر أعلمنا. ده رد على الذين يزعمون بأن علي كان أعلم الصحابة. فطبعا يعني علي كان صغيرا، يعني مع ابتداء يعني أسلم سنة البعثة كان 8 سنين أو 10 سنين، ولكن أبو بكر كان أقل من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وكان ملازما له. يقول: وكان أبو بكر أعلمنا به، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في ماله وصحبتي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام، فالخليل لا يكون إلا واحدا، و النبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذ خليلا من البشر لكان أبو بكر هو أولى البشر، ولكنه يعني اتخذه الله عز وجل خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. لا تبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أبي بكر. قلنا الخوخة اللي هي الباب الإيه؟ باب صغير، يعني كان صحاب المجاورين المسجد يفتحون بينه وبين المسجد يعني باب صغير زي شباك، شباك كبير باب صغير، بحيث يسهل عليهم دخول المسجد وملازمة المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد كل هذه الأبواب إلا باب أبي بكر.
قوله إن أمن الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر، قال العلماء معناه أكثرهم جودا وسماحة لنا بنفسه وماله، وليس من المن الذي هو الاعتداد بالصنع لأنه أذى مبطل للثواب، ولأن المن لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم.
والمسألة اجتهادية، ومستندها أن هؤلاء الأربعة اختاره الله تعالى خلافة نبيه وإقامة دينه منزلتهم عنده بحسب ترتيبهم في الخلافة، والله أعلم. طبعا أكثر الناس على تقديم عثمان، يعني حتى لما ترك يعني عمر الشورى في 6 تنازل 3-3 فبقى يعني عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، فعبد الرحمن بن عوف طلب يعني أن واحد من 3 يتنازل عن حقه يعني في الترشيح عمر ويختار بين الاثنين، فكان هو الذي يعني تنازل عن حقه فبقى عثمان وعلي، فظل يشاور المهاجرين والأنصار 3 أيام ثم قال ما وجدتم يعدلون بعثمان أحد، وخاصة أن عثمان كان كبير السن بالنسبة لعلي، وعلي عنده فرصة يعني لعل بعد عثمان يعني يلي الخلافة، فكان يعني بعض الناس خاصة أهل الكوفة كانوا يقدمون يعني عثمان يعني علي على عثمان، وبعضهم رجع وبعضهم استمر على ذلك، ولكن يعني لا يخرج من أهل السنة بمثل ذلك، ولكن الشيعة الذين يكافرون أبو بكر وعمر وعثمان ويعتقدون بطلان ولايتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على استخلاف عليه، فهذا هو الكفر المحض. وعن أبي الدرداء قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدأ عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، يعني في مشكلة يعني محل، فسلم وقال يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألت أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرف إيه المشكلة بين المحق ومن المبطل، ولكن الرجل الذي له فضل وله سابقة وينبغي أن لا يغاضب، يعني إنه فيش حد يغاضبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم غاضب لأبي بكر فقال يغفر الله لك يا أبا بكر، ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر، يعني هنا أبو بكر، فقال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر يعني غضبا لأبي بكر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، يعني أشفق من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم يعني مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق هو يستهني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعده، فعرفوا يعني منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذيه أحد يعني بعد ذلك. قال الحافظ في الحديث من الفوائد فضل أبي بكر على جميع الصحابة، وأن الفاضل لا ينبغي له أن يغاضب وفيه جواز مدح المرء في وجهه ومحله إذا أمن الافتتان والاغترار، وفيه ما طبع عليه الإنسان من البشرية حتى يحمله الغضب على ارتكاب خلاف الأولى، لكن الفاضل في الدين يسرع الرجوع إلى الأول. من أبو بكر وعمر يعني لما حدث خلاف بينهم فذهب هذا يعتذر لذلك وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فالأهل الإيمان ليسوا معصومين ولكنهم يسرعون الرجوع إلى الحق، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، وفيه أن غير النبي صلى الله عليه وسلم ولو بلغنا الفضل الغاية ليس بمعصوم. يقول أتى صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبو بكر وعمر أفضل الأولين والآخرين بعد الأنبياء والمرسلين، وما رواه جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنس بن مالك وجحيفة وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، وهو عند ابن ماجه بزيادة إلا النبيين والمرسلين، هذا رواه الترمذي وابن ماجه في المقدمة وابن حبان صححه الألباني في الصحيحة بمجموع طرقه. هذا صريح أن أبو بكر وعمر يعني أفضل يعني البشر يعني بعد الأنبياء والمرسلين، ثناء السلف والمتأخرين عليهم. قال السيوطي أخرج البخاري عن جابر قال أبو بكر سيدنا، وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عمرو رضي الله عنه قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم،
وأخرج ابن عساكر عن علي أنه دخل على أبي بكر وهو مسجى فقال: ما أحد لقى الله بصحيفة أحب إلي من هذا المسجى، مسجى المغطي. وأخرج ابن عساكر عن أبي حصين قال: ما ولد لآدم من في ذريته بعد النبيين المرسلين أفضل من أبي بكر، ولقد قال أبو بكر يوم الردة مقام نبي من الأنبياء. قال أبو نعيم رحمه الله: أبو بكر الصديق السابق إلى التصديق، الملقب بالعتيق، المؤيد من الله بالتوفيق، صاحب النبي في الحضر والسفر، ورفيقه الشفيق في جميع الأطوار، وضجيعه بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار، المخصوص في الذكر الحكيم بمفخر فاق به كافة الأخيار وعامة الأبرار، وبقى له شرفه على كرور الأعصار، ولم يسمو إلى ذروته همم أولي الأيدي والأبصار، حيث قال عالم الأسرار: ثاني اثنين إذ هما في الغار، إلى غير ذلك من الآيات والآثار، ومشهور النصوص الواردة فيه والأخبار التي غدت كالشمس في الانتشار. وقال ابن الجوزي: يا أيها الرافضين تسمع مدح أبي بكر من فيه، اسمع قول علي فيه. عن محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. جاز أبو بكر على بلال ويعذب، فجذب مغناطيس صبر بلال حديد صدق الصديق، ولم يبرح حتى اشترى وكسر قفص حبسه، فكان عمر يقول: أبو بكر سيدنا، وأعتق بلالا سيدنا. تعب في المكاسب فنالها حلالا، ثم أنفقها حتى جعل في الكساء خلالا. قال له الرسول: أسلم. فكان الجواب: نعم بلا لا. ولو لم يفعل في الإسلام إلا أنه أعتق بلالا، أبو بكر حبى في الله مالا، وأعتق في محبته بلالا، وقد واسى النبي بكل فضل، وأصنع في إجابته بلالا. من نهض كنهضته يوم الردة، ومن عانى من القوم تلك الشدة، وأي إخدام يشبه تلك الحدة، كانت آراؤه من التوفيق مستمدة، إذا كان حب عتيق عبد النواصري فإنني ناصري من نسل نصري. النواصر عكس الشيعة، الشيعة في شيعة أهل البيت ونصروا العداوة للصحابة، والنواصر الذين تشيعوا الصحابة ونصروا العداوة لأهل البيت. ولكن طبعا أهل السنة يحبون أهل البيت ويعرفونهم فضلهم وشرفهم، ويعرفون الصحابة أيضا شرفهم وفضلهم. فيقول: إذا كان حب عتيق عبد النواصري فإن لنصيبي من نفس نصيبي. وده شبيه بالشعر تقريبا للإمام الشافعي: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض، يعني هو على سبيل الإيه؟ شدة حبه لآل البيت، وهنا شدة حبه للإيه؟ لأبو بكر الصديق. قال ابن القيم: نطقت بفضله الآيات والأخبار، واجتمعت على بيعته المهاجرون والأنصار، فيا ممرضي في قلوبكم من ذكره نار، كلما تليت فضائله على عليهم الصغار، أترى لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين هما في الغار. ده كلام ابن القيم، عشان بعض الناس بيفتكروا ان احنا يعني متحاملين على الروافض، لكن هذا كلام العلماء. قال: أترى لم يسمع روافض الكفار ثاني اثنين هما في الغار؟ لتكفير الصحابة كفر، لأن معناه أن من الذين نقل كتاب السنة كفار، فهذا طبعا ابطال كتاب السنة. كيف نقبل نقل كفار ولما يشترطون في القرآن التواتر وفي الحديث يعني نقل الثقة عن الثقة؟ فطعن في الصحابة تكذيب من الرسالة، بل هو طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. دعي إلى الإسلام فما تلعثم ولا أبى، وصار على المحجة فما زل ولا كبى، من كان قريب النبي في شبابه، من ذا الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه، من أفتى بحضرته سريعا في جوابه، من أول من صلى معه، من آخر من صلى به، من الذي صاحبه بعد الموت في ترابه، فاعرفوا حق الجار. نهض يوم الردة بفهم واستيقاظ، وأبان من نص الكتاب معنى دق عن حديد الألحاظ، فالمحب يفرح بفضائله والمبغض يغتال، حسرة الروافض أن يفر من مجلس ذكره، ولكن أين الفرار؟
كم وخى الرسول من مال والنفس، وكان خص به في حياته وضجيعه في الرمس، فضائله جلية وهي خلية عن اللبس. يا عجبا من يغطي عين ضوء الشمس في نصف النهار، لقد دخل غارا لا يسكنه لالث، فاستوحش الصديق من خوف الحوادث، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين والله الثالث؟ فلزت السكينة فارتفع خوف الحادث، فزال القلق وطاب عيش ماكث، فقام مؤذن النص ينادي على رؤوس منائح الأمصار: ثاني اثنين هما في الغار، حبه والله رأس الحنيفية، وبغضه يدل على خبث الطوية، فهو خير الصحابة والقرابة، والحجة على ذلك قوية، ولولا صحة إمامته ما قيل ابن الحنفية. لأن السبب بني حنيفة اللي هو الذين قتلوا الصديق. مهلا مهلا، فإن دم الروافض قد فار، والله ما أحببناه لهوانا ولا نعتقد في غيره هوانا، ولكن أخذنا بقول علي وكفانا، رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم بديننا، أفلا نرضاك لدنيانا. أما علمه يقول ناوي: استدل أصحابنا على عظم علمه بقوله رضي الله عنه في الحديث الثالث الصحيحين أنهم قالوا: والله لأقاتلن بين فرق بين لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. لأن الصلاة والزكاة يعني قرينتان في كتاب الأقيم: الصلاة والزكاة، بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. دائما الزكاة وقت الصلاة، هذه أشرف العبادات البدنية، هذه أشرف العبادات المالية. فهو لما ارتد الناس ومنعوا الزكاة، فقال: والله لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كان يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعهم. وكان طبعا الأعراب ارتدت، وقالوا يعني كان صحابة خايفين يعني من فهو يعني يستدل يعني بذلك على أنه هو يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، وهي قرينتها في كتاب الله. وسأل الشيخ أبو إسحاق وغيره في طبقاته على أن أبو بكر الصديق أعلم الصحابة لأنهم كلهم وقفوا على فهم الحكمة في المسألة إلا هو، ثم ظهر لهم بمباحثته لهم أن قوله هو الصواب، فرجعوا إليه. وروينا عن ابن عمر أنه سئل من كان يفتي الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر وعمر: ما أعلم غيرهما. أنهم طبعا ألزم الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال: عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر وبكى، فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. وقال ابن كثير: كان الصديق أقرأ الصحابة، أي أعلمه بالقرآن، لأنه عليه الصلاة والسلام قدمه إماما للصلاة للصحابة مع قوله: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وطبعا في حديث آخر: وأقرأهم مبين. فلعل الصديق يعني أعلم بالتفسير وتتوفر فيه صفة الإمامة يعني أكثر من إيه من أبي بن كعب. قال السيوطي: وكان مع ذلك أعلمهم بالسنة، كلما رجع إليه الصحابة في غير موضع يبرز عليهم بنخل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظها هو ويستحضرها عند الحاجة إليها ليست عنده، وكيف لا يكون كذلك؟ قد واظب على صحبته، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، من أول بعثة إلى الوفاة، ومع ذلك من أذكى عباد الله وأعقلهم. وإنما لو لم يروي عنه من الحديث المسند إلا القليل لقصر مدته وسرعة وفاته بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عاش يعني سنتين وعدة أشهر، 4 شهور 5 شهور يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمش كثرة الرواية التي تدل على يعني كثرة العلم، لأن لو حسبنا كذا تجد مثلا أنس بن مالك و عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، هنقول ان دول اعلم من ابو بكر وعمر وعثمان. ولكن الصحابه كانوا متوافرين، فكانوا يتحاشون الروايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهب كبار الصحابه وبقي صغار الصحابه، وتحرك التابعون بالرحله للصحابه يشافونهم ويسمعون منهم، فلم يسعهم ان يكتموا، فتجد الاحاديث المرويه يعني عن صغار الصحابه اكثر من الاحاديث المرويه عن كبار الصحابه. وخاصة أبو بكر يعني عاش سنتين وعدة أشهر، كان مشغول بحروب الردة
قبل قصر مدته وسرعة وفاته بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو طالت مدته لكثر ذلك عنه جدا. وأيضا يقول من العلم ليس كثرة الرواية ولكن هو نور يعني في قلب العبد، بيعبر يعني عنه بكلمات يعني قليلة محصلة الفوائد، لذلك يعني كلام السلف قليل كثير البركة. تجد كتب السلف كلما تقدمت بك العصور المسكات النبوة تجد الكلام قليل ولكن مليء بالبركة والمعاني، وكلام الخلف تجد الصحف الكثيرة والمجلدات كلام كثير والدش كثير ولكن البركة قليلة. قال السيوطي: وكان الصديق مع ذلك راية في علم تعبير الرؤيا، ولقد كان يعبر الرؤيا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال محمد بن سيرين وهو المقدم في هذا بالاتفاق يعني اعلم صحابه الرؤيا، كان ابو بكر اعبر هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اخذت يعني. وقال ابن كثير: وكان من افصح الناس واخطبهم. قال الزبير بن بكار: سمعت بعض اهل العلم يقولون افصح خطباء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر الصديق وعلي بن ابي طالب رضي الله عنهم. ومما يدل على ذلك ما حدث يوم السقيفه كان في حديث عائشه وفيه: فذهب عمر يتكلم فاسكته ابو بكر لما بعد الوفاه النبويه، يعني اجتمع المهاجرون والانصار فقال الانصار: منا امير ومنكم امير، والمهاجرون يقولون انتم نحن الامراء وانتم الوزراء. واراد عمر ان يتكلم كان يعني جاهز كلاما فاسكته ابو بكر، وكان عمر يقول: والله ما اردت بتلك الا اني هيأت اني قد هيأت كلاما قد اعجبني، خشيت الا يبلغ ابو بكر. ثم تكلم ابو بكر فتكلم ابلغ الناس. قال الحافظ في روايه ابن عباس: قال عمر: والله ما ترك كلمه اعجبتني في تزويري الا قالها في بديهته وافضلت حتى سكت. يتكلم افضل من عمر وما فيش كلام كان يريد ان يقوله فقال افضل منه وزياده. فنكتفي هذا القدر بالنسبة للترجمة، ولنا طبعا يعني الحلقة أخرى في أو لقاء آخر في ترجمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نجيب عن بعض الأسئلة يعني نطلع عليكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. هو أخي بيسأل عن كتاب أسماء الله الحسنى الشيخ محمود عبد الرزاق رضواني، يعني هو الكتاب يعني معي يعني أنا أخذته كان أجل أن أنظر فيه، وإن شاء الله يعني لم أتمكن حتى الآن من النظر فيه. إذا كنت حريصا على الوضوء باستمرار فهل لي أن أتوضأ بدل ثلاث مرات للوضوء أن أغسله مرة واحدة لعدم الإسراف في الماء وكذا الإسراف بالصدر؟ ده إسراف في مخالفة الله أعلم. فنقول يعني الايه يعني اذا توضا لنافله فيتوضا وضوءا خفيفا واحده واحده او اثنتين اثنتين، واذا اراد ان يتوضا لفريضه فيسبر الوضوء. هذه السنه. الاسئله الصعبه او عايزه فيها دش كتير عشان ايه؟ بس المحتوى ان شاء الله. المره اللي فاتت اسئله ما بنجاوبش على اسئله الفايده، لازم تكون صبر. طبعا خليهم المره الجايه ان شاء الله نحاول قدر الاستطاعه نجيب على الاسئله بنزل اي مطعم اليوم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.